هذا وقد شهدت مملكه البحرين عواصف رعديه شديده يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وذلك ضمن تاثير التقلبات الجويه التي تشهدها المنطقه وتؤكد اداره الارصاد الجويه ان تاثير العواصف الرعديه بدا منذ مساء الاثنين حيث غطى البرق سماء المملكه لعده ساعات وتساقطت امطار غزيره لم تشهدها مملكه البحرين منذ سنوات طويله وبينت اداره الارصاد بان عاده ما تشهد منطقه الخليج العربي فتره السرايات خلال هذا الوقت من السنه الا ان هذه الحاله كانت خارجه عن المالوف من حيث التعمق والشده